هذا وعبر بعض لاعبي البطولة ولاعبينا السابقين عن تضامنهم مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي عرفته العاصمة اللبنانية بيروت، كما ترحموا على الضحايا متمنين الشفاء للمصابين في هذا الحادث. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رحم الله أشقاءنا في الشعب اللبناني وندعو لهم بالرحمة، وهذا الأقل. هذا لازم يعني بالمناسبة انفجار يعني في البورت تاع لبنان، هذا لازم نوقفوا مع الشعب اللبناني الشقيق. نترحموا على الشعب اللبناني، الضحايا الشعب اللبناني، وكما قال لك الشعب الجزائري معهم ورانا مساندينهم وحنا متضامنين مع الناس اللبنانيه، وربي يرحمهم ان شاء الله وربي يكون معهم ان شاء الله. نرحموا على الشعب اللبناني، نقول لهم باللي الشعب الجزائري راه متضامن معكم.